خشينا ما ضربوا، حنا كنا بغينا نمشي نتزوج، اختك تزوجي بشي دريه تكون مزيانه، فهمتيني؟ دريه بعقلها ومحشامه راسها، ماشي تجي اي دريه، ما فهمتش. حيت كاين بزاف الدريات يديروا عمليات وهو انت ما عارف، شحال كنا كاع ما عارف، كاين ما قارف، ماشي شي حدا، ماشي شي واحد يشتري ديك الدريه، ولكن حنا كاع ما قابل. انا بالنسبه لي كاع ما قابل الدريه تكون. انت يا بالنسبه لك بغيتي تزوج بنت فيرج ولا دي فيرج؟ لا دي فيرج اخشي. انت انا فيرج، نسيت نسيت فيرج فيرج. عاود عاود اخل اخل عاود. واه اختي شنقول لك، كاين بعض المرات حنا زعما الورقه ماشي شي حاجه هي اصلا، حيت ملي كتمشي للسبيطار كيعطيوها لك عادي، يعني كاينه كيما كايناش في الكاغيط زعما عادي. لا هذا القرار ما متفقش، خاصها تكون فيرج، ما تكونش فيرج. لا تكون فيها، ما عرفتش تكون بنت ولا تكون لا تكون عذراء بنت. انت دابا بالنسبه لك لما كانش بنت ما خصها تكون بنت. هذا راي داشي، كنعتبره قرار خاطئ لانه كيضرب في الانوثه، كيضرب في الانوثه ديال المراه المغربيه. علاش ورقه العذريه، مواقيت العذريه او السماح بالزوجه بالزواج من زوجه ثانيه بدون قرار من الزوجه الاولى؟ هذا كنظن بانه كيضرب في الانوثه المراه. واش غنقول لك، سؤال صعيب. اذا كنت فاهم معاه ماشي مشكل، كنت اذا كنت فاهم معاه ماشي عاد. حيتاش انا نهار نتزوج انا عارف بمن غنتزوج، فهمتي؟ ماشي غادي نمشي، فهمتي؟ دابا تقدر تديها مثلا عند الطبيب مثلا. نديها وهي ما بقات. ها دابا انت تبغي تزوج دريه عزبه ولا مزيانه؟ عزبه. علاش؟ عزبه حنت التقاليد ديالنا، فهمتي؟ التقاليد ديالنا ماشي دابا ما بقاش ديك الهيئه ديال واخا تزوج بها عزبه عندك عادي. انا ما عنديش عاد، فهمتي؟ هذا عرفوا نتزوج بها عزبه. وانت شنو بالك بهذا القرار اللي خرج؟ عادي عادي بالنسبه لك انت تزوج بها؟ لا نتزوج بها كي حتى يشكل، واخا مزوج انا، فهمتي؟ بالنسبه لي انا نتزوج بها، خلينا نتزوج بها. ما عندي حتى شي مشكل الماضي ديالها، داك الشيء كيبقى انساني، فهمتي؟ خليني من الانسان يكون الفكره ديالو في الشكل، قول لي كيفاش كيفكر. ولكن حنايا المغرب بالك باش تقول لي محافظ ضروري كيبغي يتزوج بنت الاصل وعمرها ما هذيك من طبيعة الحال الناس كتبغي الاصل وكتبغي، فهمتي؟ كيقول لك رجوع الاصل اصل. ولكن من ناحيه الدينيه شويه ثقيله، شويه كتجي شويه على العقليه ديال الانسان ماشي واحد. الحل هو تكون، خصها تكون ضرورية باش تعرف البنت واش باقا بنت ولا ماشي بنت. لا اختي خصني نعرف، لا نعرف علاش ما نعرفش، خصني ضروري نعرف انا. وما قادريش حبيبي واحد شحال فهمتيني دائما ونجان ونغلط، ضروري خص تعرفي. ايوا خصها ضروري تكون عزبه. العاده ديالنا ما تسال، كتسول بعدا العائله ولا فامي واش بنت الاصل ولا ماشي بنت الاصل. هذه كتسول، فهمتي؟ كتسول مزيان وكتسول واش بنت الاصل ولا ماشي بنت الاصل. من بعد ملي كتزوجوا هذه وكتزوج ياسين الناس الله ورسوله انت، ملي كتمشي ملي كتمشي وتزوجوا وتجيو الليله الدخله تما هذيك الساعه كتلقاي وصافي عاد تطلق بكل سهوله. هذيك لا كانت هي مصارحاك من الديبار، لا كانت مصارحاك وقالت لك هذه وانت بغيتي تستلعبها هكا. الورقه تلغات وهي اصلا ملغيه من شحال هذه، حيت الورقه راه كيكتب الطبيب يقدر يعطيها 50 درهم وداك الشيء يكسبوه عادي. اختي راه ما خصك تعرف، ما عرفتيش عند الطبيب ما كانت الورقه، راه غدخلها خصك تعرف، غتعرف تعرف ضروري. ولا تتزوج شي لا 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 ما كايناش نجي نتزوج بها. لا النهار الاول اللي موت المش، النهار الاول خصك تشوف داك الشيء، داك الشيء الله معاك باش عتعرفها واش تفلى عليها. الا كان ممكن عرفتي انت بان راه تفلى عليها شي واحد ممكن، الا من الاول الا ما عرفتيش لا نتزوج بها عادي ومن بعد. على حقاش هذاك كاع ما كاينين بزاف، كاين واحد الكتاب كتاب طبي كيقول بان ما تقدر تزاد بلا ديك العذريه ديالها، البكاره ديالها تقدر تزاد بلا بكاره، وكل اللي كانت مع الوقت كتمشي ليها، فهمتيني؟ وحتى البكاره ماشي ديال الشرف، الشرف ديال المراه ماشي بيولوجي، والشرف هو تكون متخلقه وتكون تكون صادقه مع الانسان، فهمتيني؟ وحده تقدر تكون دايره مع بزاف العلاقات ولكن باقي عند هذيك البكاره ديالها مزيانه، وباش نعرفوها مزيانه هي، فهمتيني؟ الواحد كيبان من الدريه المزيانه كتبان من الشكل ديالها، من الهضره ديالها، فهمتيني؟
واش نقول لك دابا هذيك ديال العذريه راه انها كاينين طرق اخرين كيديروا بهم كيديروا عذريه اصطناعيه ما يمكنش لك تحكم لا الدريه راه عنده اصطناعيه عمليات كتلقاي الدريه كانت ما درياش واللي عاوتاني بالعذريه ديالها. انا اختي دابا حاليا انا متزوج وضروري من الرجال اللي غيجوجوا من ورايا انا خصو يكون تكون على الاقل واحد ورقه ثبوت بان السيده عندها العذريه ديالها وعندها قوانين ديالها. الدري اللي كتفقد البكاله ديالها او الدري مثلا ما بغاش نخص الكلام مثلا ديال كتخرج الشارع وديك تخربقه كتحسي بها خايبه. انا ملي كنهضر معك انت كنحس بك انسانه مزيانه وانسانه صادقه فهمتيني يعني مساله احساس يعني الواحد ما كتبغي راه كتبغي من الداخل ديالو والروح ديالو ما كتبغيش حقاش عنده بكاله ولا ما عندوش يقدر يكون ظروف بزاف الاشياء. كاسكيتك شعري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.